ومن الأسواق الخليجية إلى السوق المصرية، كيف تبدو الصورة على المؤشرات المصرية؟ كنا قد رأينا تراجعا قبل قليل على إيجي إكس 30، يبدو أنه يرتد إلى الاستقرار مع ميل بسيط إلى الارتفاعات، في حين السبعيني والمئوي متساوية. الأوزان لا يزالان على تراجعات بقرابة ربع النقطة المئوية. كيف تبدو الصورة على القطاعات المختلفة؟ هذه نظرة على تحركاتها. لدينا تراجعات على قطاعين رئيسيين وهما البنوك والعقارات، وهما من الأكثر تأثيرا على المؤشر، وهذا طبعا يبرر هذه التراجعات على إيجي إكس 30. أبرز أخبار الشركات المصرية التي نتابعها من أسيك للتعدين التي تسلمت عبر شركة IBM Investment التابعة لها 12 مليونا و200 ألف دولار، تمثل 50% من القسط الأول المستحق عن بيع شركة أو حصة في مشروع كرمك للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا. وبالانتقال إلى المطورون العرب، شركة المطورون العرب حيث وافقت العمومية غير العادية على زيادة رأس المال إلى 1.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 618 مليون جنيه موزعة على 6 مليارات و180 مليون سهم بقيمة 10 قروش للسهم عبر دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب. وإلى أبرز نتائج الأعمال، تراجعت أرباح الصعيد للمقاولات ب 12.14% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام إلى نحو 90 مليون جنيه. وارتفعت أرباح مطاحن مصر العليا بنسبة 14% على أساس سنوي خلال الربع المالي الأول أو الربع المالي يعني لهذا الربع الأول من السنة المالية إلى 58 مليون و300 ألف جنيه. وارتفعت أرباح المهندس للتأمين بنسبة 19% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 77 مليون و100 ألف جنيه. من القاهرة ينضم إلينا سيد طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا. أهلا بك سيد طارق معنا في البرنامج وسعيدة بوجودك معي مرة جديدة. دعنا نبدأ من حركة السوق المتذبذبة هذا الأسبوع. كنا قد رأينا تأثرا واضحا للسوق بقرار أو ما تبعناه من المركز المصري نهاية الأسبوع الماضي إلى حد كبير. ما الذي من الممكن أن مرة جديدة يساعد السوق على العودة إلى المسار الصاعد الذي كنا قد رأيناه منذ بداية نوفمبر إلى حد كبير؟ زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي، احنا بقالنا اكتر من 11 جلسه، يمكن النهارده الجلسه ال 12، في نزول مستمر للسوق في مصر نتيجه عوامل كتيره بصراحه، عوامل كتيره جدا، منها ما هو داخلي ومنها ما هو اقليمي والحال عدم اليقين اللي موجوده في الاسواق، ودي بنعتبرها احنا بالنسبه للبورصه او بالنسبه للاسواق أسوأ الحالات اللي ممكن تتعاملي معاها، هي حاله عدم اليقين اللي موجوده في الاسواق حاليا دلوقتي من كل الاتجاهات، فبالتالي ده كله بيلقي بظلاله على البورصه المصريه، خاصه وان احنا كنا زي ما تفضلت قبل كده وطلعت مع حضرتك وقلت ان مفيش محفزات قويه للبورصه المصريه خلال الفتره القادمه ان هي تقدر تخلي السوق يتحرك او ياخد الزخم ان هو يعدي ال 32,000 نقطه اللي احنا حاولنا يعني خلال الفترات السابقه كتير جدا احنا نحاول نكسر هذه النقطه، ولكن للاسف الشديد واضح جدا ان احنا هنقفل سنه 24 دون ان احنا نوصل لمستوى ال 32 او نتخطى مستوى ال 32 نقطه. زي ما قلت في احداث كتيره قوي حصلت في الفتره الاخيره، في احداث منها ايجابي وكان اهمها طبعا كان فوز ترامب والقى بظلاله على الاسواق العالميه ومنها السوق المصري، حصل بعض التحركات ووصلنا 31 و500 نقطه ورجعنا منه تاني للمستويات الحاليه. للاسف الشديد ده ما كانش كافي للاسواق ان هي تتحرك للامام، زي ما قلت لان كان في حاله عدم يقين دلوقتي في بالنسبه لي بيتكلم على السوق المحلي، عدم الاتفاق مع صندوق النادي الدولي والبعثه عملت ستيتمنت للاسف الشديد ما هوش باين هل هو تم الاتفاق او تم تاجيل الاتفاق او ارجاء الاتفاق، ما مش واضحه، فدي برضو من ضمن النقط اللي بيتكلم عليها في عدم اليقين. النقطة الثانية، بالرغم من الجهودات الحكومية الكبيرة جدا اللي بتعملها الفترة السابقة واحنا شايفينها على مستوى جذب الاستثمارات، لكن لسه ما شفناش حاجة على الأرض موجودة. في كلام وفي إشاعات كثيرة بتطلع، لكن لسه لم نرى على الأرض مشروعات كبيرة تقدر توصل طموحات أو توقعات الأسواق. وبالتالي لسه برضو الحكومة في مجال جذب الاستثمارات والتخارج من النشاط الاقتصادي لسه الخطوات يعني زي ما بيقولوا كده في خطوات لكن لسه لم تؤتي الثمار بالرغم من طرحها للمصرف المتحد، لكن اعتقد ان هذا الطرح لم يكن كافيا لاثبات جديه الحكومه في التخارج من النشاط الاقتصادي. وبالتالي كل هذه العوامل النهارده بتلقي بظلالها بعدم اليقين، وده اللي بيخلي الاسواق النهارده
حتى لو نبص لاحجام التداولات احجام ضعيفه جدا، ما تتناسبش مع السوق المصري اللي كنا وصلنا في وقت من الاوقات ل 6 او 7 مليار جنيه، النهارده بنتكلم 2 2 ونص بالكتير 3 مليار جنيه يوميا. دي ارقام ضعيفه جدا ما تساعدش او توري ان الناس مش عايز اقول فقدت الشهيه، بس ما فيش محفزات النهارده ليه السوق يطلع. ما فيش ما يدعو لهذا الكلام، وبالتالي الاسواق في حاله عدم اليقين بنشوف اللي بيحصل فيها دوت، يوم بتطلع ويوم بتنزل، تقعد 7 8 جلسات تنزل وجلستين تطلع، مفيش الحافز القوي اللي يخلي الاسواق يبقى ليها ترند واضح. طيب سيد طارق، يعني ما هو العامل او العنصر الذي من الممكن ان يقلب هذه الآية؟ يعني حالة عدم اليقين لطالما كانت حالة مهيمنة في اسواق منطقتنا والسوق المصرية على وجه التحديد على مدار العام ونصف الماضي، حتى تحديدا يعني منذ بداية الحرب في غزة وتأثير كل ذلك على عدد من القطاعات الأساسية الاقتصادية في مصر، القطاع السياحي وغيره، وكل ذلك كنا قد رأينا تأثيره ان كان على جذب الاستثمارات، ان كان على قطاعات عدة، بالإضافة طبعا الى موضوع التعويم وموضوع فك او يعني تحرير سعر الصرف، كل ذلك كان قد اثر وحد يعني احدث حاله من عدم اليقين، ولكن كان السوق المصري قادرا على استيعاب كل هذه المحركات. ما الذي من الممكن ان يقلب الايه مره جديده الان؟ انا في رايي برغم كل المؤثرات الخارجيه اللي اتكلمنا عليها والاقليميه والاحداث اللي موجوده حاليا دلوقتي واللي ابتدت وابتدتها تهدأ، انا في رايي ان احنا بالنسبه للشان الداخلي وهو ده اللي هيبقى الاهم، انا في رايي تخارج الحكومه من النشاط الاقتصادي واثبات جديه الحكومه في هذا الاتجاه. ده النهارده اللي هيجذب المستثمر المصري قبل المستثمر الاجنبي. وبالتالي هنشوف زخم كبير جدا في كل المجالات، ده مش واضح لحد دلوقتي، يعني احنا عملنا المصرف المتحد اللي بقى لنا سنين بنتكلم عليه. كنت شيء بدي جيد لك جدا المصرف وكويس. المتحد، ولكن هذا كان خبر تابعناه الأسبوع الماضي ولم يحدث يعني الزخم المطلوب من ناحية تغيير المعنويات ما هو حول هذا الشق. هقول لحضرتك ليه؟ لأن الحكومة للأسف الشديد الفترات السابقة كان في وعودات كبيرة جدا، لو تفتكر حضرتك من سنتين بالظبط الحكومة صحيح أعلنت عن جدول ب 40 سهم، صح 40 شركة هتطرحها في البورصة خلال 4 سنين بمعدل 40 مليار دولار. حتى احنا ساعتها طلعت مع حضرتك وقلت ليه صحيح 4 سنين، المفروض تبقى خلال سنة أو سنتين، يعني صح القصة طالما النهاردة هذه الشركات جاهزة وأنت عندك مشكلة في الاقتصاد وعايز تثبت جدية. للأسف الشديد الوعود الكتيرة من الحكومات السابقة بأن هي هتتخرج من النشاط الاقتصادي أصبحت النهاردة في، مش عايز أقول، حالة عدم يقين وعدم ثقة في إيه جدية الحكومة في التخارج. فبالتالي مع طرح حتى المصرف المتحد بعض المحللين قالت لك إن هي مجرد طرح عشان يسنونا للدولة لما يجي إن إحنا ابتدينا نطرح. مش ده الهدف، الهدف الرئيسي بتاع النهاردة إننا لازم أبعت رسالة بدون ما أتكلم، رسالة على الأرض إن الحكومة جادة فعلا في التخارج من النشاط الاقتصادي وأتاحت المجال للقطاع الخاص. ونحن رأينا ده عشان ردة نشوف، فعل عشان أو نشوف رأينا موقفا من صندوق النقد حول هذه النقطة بالتحديد. على فكرة يعني دكتور أو سيد طارق، يعني أنا أتذكر بالضبط طلعت معي وحكيت هذا الكلام من بعد ما أعلنت الحكومة عن موضوع الأربعين شركة. يعني هلأ أعدتني بالذاكرة إلى تقريبا سنتين إلى الوراء أو سنة ونصف إلى الوراء عندما تم الإعلان عن الموضوع. صندوق النقد كان له موقف من هذا الموضوع حول جدية الحكومة، وكان قد أبدى أنه هو متفائل بما تقوم به الحكومة حتى الآن إلى حد كبير. ما هو ده اللي حضرتك قلت عليه، احنا تفائلنا في فتره من الفترات في فترات سابقه كثيره بالوعود الحكوميه ان هي هتخش مجال التنفيذ. عدم التنفيذ ايا كانت الاسباب، سواء اسباب محليه، اسباب اقليميه، اسباب النهارده كانت حروب، ايا كانت الاسباب، لكن النتيجه اللي احنا وصلنا لها ان النهارده الثقه في ان الحكومه جاده لان هي تتخرج من النشاط الاقتصادي اصبح النهارده محل شك. انا اللي يهمني النهارده ليست تعليمات الصندوق النقدي الدولي، لكن انا ببص لمصلحه الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري مصلحته فين؟ الاقتصاد المصري النهارده كمعدل ادخار في حدود من 15 ل 17%. احنا عشان نوصل لمستويات نمو او معدلات نمو بالنسبه لمعدلات السكان محتاجين من 6 ل 7% معدلات نمو مستمر. ده بيتطلب فوق ال 25% معدلات ادخار، يعني احنا عندنا فجوه في معدلات الادخار لابد ان تتغطى من خلال الاستثمار الاجنبي المباشر اللي جاي من بره. يعني انا اذا عندي مشكله هيكليه في الاقتصاد حاليا دلوقتي لن يغطيها الا الاستثمار. هذا الاستثمار المباشر بيجي بطريقتين، يا اما يجي عن طريق استثمار مباشر ان هو يعمل شركه او مصنع جديد او بزنس جديد،
او ياخد بيزنس قائم ويبتدي يكبر هذا البيزنس ويحط فيه استثمارات جديده ويبتدي ينمي هذا البيزنس، وبالتالي حجم الانتاج يزيد وبالتالي حجم التصدير بتاعي يزيد. انت ما عندكيش واي تاني غير هذا الطريق. عشان كده الحكومه دايما بتتكلم وجاده في هذا الموضوع، ان هي بتشجع الاستثمار. رئيس الوزراء قال كذا مره ان احنا جاهزين، بابي مفتوح 24 ساعه لاي مستثمر. ده كلام جميل جدا وكلام هايل وخطوات رائعه، لكن انا عايز اشوفها على الارض، عايز اشوف ده بيترجم النهارده، لان احنا بقالنا كذا سنه بنوعي ومفيش، وللاسف الناتج ضعيف ايا كانت الاسباب. لكن احنا النهارده في وضع ما بيسمحلناش النهارده، ان احنا مش عايزين وعود، مش عايزين كلام، عايزين نشوف النهارده مشروعات على الارض. اول هذه المشروعات، لان المشروعات النهارده اللي انا بكذبها عشان تبتدي تشتغل هتاخد لها سنتين ثلاثه عشان تبتدي تخش. لكن انا بقول النهارده التخرج الحكومه النهارده بيدي ثقه او بيدي رساله طمانينه نعم للمستثمر المحلي، ده الاهم بالنسبه لي في الفتره دي، نعم والمستثمر الاجنبي، ان هذه الحكومه جاده في التخرج من النشاط الاقتصادي، وبالتالي اتاحت الفرصه للقطاع الخاص عشان ينطلق وينمو، ونشوف دوت نعم تاثيره على البورصه الفتره القادمه. طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا، انا اشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركه معنا اليوم ودائما في شكرا برامجنا. شكرا.